السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن يكون كل شيء بخير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم بير تشانيل. موضوع اليوم إن شاء الله سيكون حول منتوج مصنع لكن مكوناته طبيعية 100%. هذا المنتوج يا إخواني أخواتي فهو يستخدم كبديل للحبوب المستنبتة. مثلا أنا لدي طيور كثيرة، وإذا أردت تقليم حبوب مستنبتة سأحتاج إلى 6 أيام لإنباتها، وممكن أن أنساها من الماء فتجف وتصبح غير صالحة للأكل. لهذا أنا أستعمل هذا المنتوج الذي يحتاج إلى ساعات قليلة لكي يصبح جاهز للأكل. بعد مقدمة الفيديو سنتعرف عن مكونات هذا المنتوج والقيمة الغذائية التي يحتوي عليها وفوائده بالنسبة للطيور، وكذا طريقة التحضير والتقديم. لكن قبل الشرح المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. فرجة ممتعة. كلنا نعلم أن التنوع في تقديم الأغذية للطيور فهو مهم وضروري لكي تسد حاجيتها الغذائية من فيتامينات وكالسيوم ومعادن لتحصل على مناعة قوية تحميها من الأمراض. لهذا سأشارك معكم منتوج إيطالي طبيعي 100% أستعمله شخصيا، وهو البيرموربيد. كما تروا في الصورة فهو عبارة عن حبوب صفراء وخضراء، ثمنه في المغرب هو 100 درهم للكيلوغرام الواحد، أي ما يعادل 11 دولار. أنا أستعمل هذا المنتوج أولا لأنه طبيعي، ثانيا سهل في التحضير والتقديم، ثالثا منافع كثيرة بالنسبة للطيور. أول شيء سنتكلم عليه هو مكونات البيرموربيد، فهو يتركب من دقيق قمح، دقيق شوفان، زيت جوز الهند، كربونات الكالسيوم، هيدروكلوريد، النكهات الطبيعية والاصطناعية، كبريت النحاس، وحمض فلوريك، الصوديوم، والبيتا كاروتين. أما الفيتامينات يحتوي على الفيتامين أ والسي وأ والديتروا والبيدوز. أما القيمة الغذائية يحتوي على البروتين بنسبة 16% والدهون 10% والألياف 3%، والفيتامينات بنسبة مهمة ومتفاوتة. وإذا أراد أحدكم التأكد من هذا الكلام فعليه بزيارة موقع أورن إيطاليا أو يقرأ غلاف المنتوج. أما الآن ننتقل إلى فوائد منتوج بيرموربيد، فهو يساعد الأنثى في وضع عدد كبير من البيض بنسبة تصل إلى 20%. يخلص المربي من مخاطر إصابة الطيور بالفطريات والأمراض الناجمة عن إنبات البذور. يعطي لجسم الطائر كل ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن وكالسيوم. وهناك العديد والعديد من الفوائد لكن لن أذكرها كاملة حتى لا أطيل عليكم. بخصوص طريقة التقديم هي كالتالي، نأخذ ملعق من البيرموربيد فهي كافية لإطعام أكثر من 30 طائر، وملعقتان من الماء، يعني كمية الماء تكون ضعف البيرموربيد. مثلا أخذنا ملعقتين من البيرموربيد سنضيف إليها 4 معالق من الماء، لكن نفس الملعقة التي حملنا بها المنتوج نأخذ بها الماء. بخصوص وقت التحضير يكون بالليل لكي ينقع البيرموربيد جيدا في الماء. وكما تشاهدون هذا ما تحصلنا عليه بعد نقع البيرموربيد في الماء لمدة 8 ساعات، لكن في حقيقة الأمر فهو يحتاج إلى 3 ساعات ليجف من الماء. أنا شخصيا أفضل تحضيره في الليل لكي يصبح جاهز في الصباح. بعد ذلك سأضيف الباطي. للإشارة فالباطي المستعملة في الفيديو اسمها فلاي، وهناك باطي أخرى اسمها بينيتا. هذه هي أفضل أنواع الباطي التي يستعملها أغلب المربيين. بالنسبة لكمية الباطي فاستعمل المقدار الذي يناسبك، لأنه ليس من الضروري تحديد الكمية بدقة.
ثم سأقوم بسحق بيضة مسلوقة لتصبح على شكل جزيئات صغيرة. وأضيفها إلى الباتي والبيرموربيد. يمكن أيضا إضافة الحبوب بكل أنواعها أو إضافة أي مكمل غذائي، لكن حذاري ثم حذاري الاحتفاظ بالبيرموربيد لأكثر من يوم وإعادة تقديمه للطيور، لأنه سيسبب لهم مشاكل صحية. يعني الكمية التي وضعت في الماء تقدم للطيور ليوم واحد فقط وعلى مرتين، يا إما في الصباح الباكر ومع منتصف النهار، أو في الصباح والمساء، ومدة التقديم هي مرتين في الأسبوع فهي كافية. إذن يا إخواني أخواتي، أنصحكم بتقديم بيرموربيد إلى طيوركم، لأن مكوناته طبيعية 100% وثمنه مناسب وفي متناول الجميع، ويساعد مربي في توفير الوقت. مثلا أنا أذهب للعمل على الساعة 9 صباحا، فأقوم بنقع البيرموربيد في الماء مع الليل لكي يصبح جاهز في الصباح. متابعينا الكرام، هذا ما كان في حلقة اليوم حول منتوج البيرموربيد، وإن شاء الله في قادم الحلقات سأشارك معكم المنتوجات الطبيعية التي يمكن تقديمها للطيور. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.